بدر ميم طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي الله جليل. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أكمل الصلاة وأكمل السلام. المرحلة الأخرى قال واستفتحوا، بدأت المعركة، فهدول هيئوا وسائل النصر لدخول المعركة وكل الأسلحة والقوى، الكافرين والمؤمنين كمان استفتحوا. المؤمنين ما عندهم شيء، عندهم الدعوة وعندهم الإرشاد وعندهم الصبر وعندهم التحمل، وهذن الزعامة والقوة والمال وكل شيء، فهذول طلبوا النصر وهذول طلبوا النصر، الاستفتاح طلب النصر، فالمؤمنين طلبوا النصر من الله وهذن طلبوها من قواهم وإمكاناتهم. شو كانت النتيجة؟ قال وخاب كل جبار عنيد. هذا جبروت، هذا ظلم، هذا جور، هذا عدوان، هذا جهل، هذا إعراض عن قبول الحق، وخاب وخذل وفشل وخسر على كل المستويات. لكن لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب. واستفتحوا، شو معنى واستفتحوا؟ ولما جاءهم رسول من عند الله، هذا الله عم يخاطب عن اليهود، عم يقول عن اليهود، لما جاءهم النبي جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم حسب ما في التوراة، وكانوا من قبل قبل ما يجي النبي يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يتحاربوا مع العرب اليهود، لما ينهزموا يقولوا لهم بكرة بتوراتنا بده يجي نبي ونآمن فيه وهذا منصور، لنقتلنكم تحت رايته قتل عاد وثمود. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يا رب، هذا مع العلم ما نفعنا العلم، مع المعرفة لذلك صاروا المغضوب عليهم. يا رب دخيلك يا الله، يحمينا من الشقاء، الله يحمينا من الخذلان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفي ناس يشتبه الأمر عليهم، قال ولا تجعلهما متشابهين علينا الحق والباطل فنتبع الهوى، ما نتبع العقل والعلم، ولا تجعلهما متشابهين علينا فنتبع الهوى يا أرحم الراحمين. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين
ولنسكننكم الأرض من بعدهم. الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أبو جهل كان أحد عظماء وأبطال قريش في معركة بدر، هل ذبحوا عبد الله بن مسعود، كان إجير راعي وكان طوله 4 شبر، ومرة كان مع الصحابة والنبي طلع هوى ونحيف و4 شبار وقام راح يطير، قام تمسك بشجرة وإلا كان طار مع الهوى، فالصحابة ضحكوا، فعليه الصلاة والسلام قال: أتضحكون من دقة، أتضحكون من دقة ساقي ابني أمي عبد سيئان رفاع، أتضحكم من نحفه وأسره، لهو في الميزان أثقل من جبل أحد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هذا بعد الموت، فرقى على صدره وأخذ السيف تبعه بده يذبح، لا في عضلات وسيفه تخان ما كان يقطع معه. أبو جهل قال له: خذ سيفي فاقطع به. قال: لقد لقيت مرتقا عاليا يا رويع، لو غيرك يقتلني. لأنه كان يشوف عار أنه يجي واحد صغير أو حقير يقتله هو العظيم الزعيم، حتى الله عز وجل يخزيه في الدنيا قبل الدار الآخرة. ابني، الناس حس في موت عن كلام الله، إذا ما صار في ذكر وفي فكر، فكر في الموت، فكر في لقاء الله، فكر في كلام الله في القرآن، حتى القرآن معاني ترسخ في نفسك ملكة، كل كلام الله من ترغيب وترهيب، من أمر ونهي، من فضائل يحثك عليها، من محارم يحذرك منها، إذا ما صارت حقيقة واقعة فيك والله بكرة في الله. أخوكم ساهر الله يرحمه ما كان مثلكم، مثله بشبابه بنشاطه، وين كدنيا راح، صفي له عمل. ودعاء واستغفار من يدعو ويستغفر له، فالله عز وجل لا يغرنا بهذه الحياة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحلوة الجميلة، شوف واحدة عجوزة كركمة إذا طال عمرها بصير مثلها، وإذا كان إجا الموت قبل سالة بدها تصير جنازة. الكلام للحقيقة الباقية حالة الإنسان عند الله. الله يرزقنا تقوى الله والإيمان الحقيقي بالله والعمل الصالح المرضي عند الله. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك النتائج والانتصارات الإلهية لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، شو يعني طلبوا النصر؟ فالمؤمنين الله نصرهم، والجبارين الظالمين الجائرين، وخاب كل جبار عنيد. خذل وخسر وهزم وهلك، هذا في الدنيا، خلصت ما خلصت. قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار ظلام متجبر عاتي متكبر عنيد لا يقبل الحق ولا بشكل من الأشكال، لا بدليل ولا بغير دليل. من ورائه جهنم، قال ورائه هي بمعنى أمامه، كما قال قدامه إيش جنة، ما خلصت الشغلة تبعه، لو خلصت بالدنيا نقصف عمره، الله هزمه قطع راسه خلص. ولو أنا إذا متنا تركنا
لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. يقدر الواحد نفسه هو في القبر، هو في الكفن، هو في النعش، ودخل كل أتى كان حكي. هذا واقع. إذا حكي ما عبقى في منه، كيف لما بيكون حقيقة واقعة؟ لما بيشلحوك التفصيلة والبدة والربا اللي حقها 1000 و2000 وبيلبسوك الكفن، بيشلحوك الكرافات وبيربطوك بالإيطانة من عند راسك ومن عند إجريك، ومن وبيحطوا إيدك الشمال تحت إيدك اليمين، وبيحطوك بالنعش وبيدخلوك بالقبر. أهنيك، بيحطوك على جنبك اليمين، راسك على التراب، بيجوا الملائكة بيسألوك روحك بكرة توقف بين إيدين الله، أعمالك كلها مسجلة عليه بأفلام سينمائية ربانية. شو بدك تجاوب الله؟ إذا الله قال لك ناديتك وعطت لك أنبيائي رسلي علماء أولياء دعاة، عمرت لك مساجد موادن، القرآن وين؟ مغروب وخم من حاله خالدين فيها أبدا، من ورائه جهنم. ورائه شو معناه؟ أمامه، يعني من وراء الحياة في جهنم، يعني جهنم أمامه، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد. شرابه اللي بيشربه ماء هو إيش؟ صديد. كقوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وآية وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، آية وإن يستغيثوا من العطش والحر يغاثوا بماء كالمهل. المي مثل المعادن المزارة، إذا شربوها تذيب أمعاءهم. هذا كلام القرآن ما حديث، هي بكلام حق. هذا الحديث قد يكون ضعيف صحيح موضوع، أما القرآن فيه صحيح وفيه موضوع وفيه ضعيف كله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وين رايحين؟ نسيانين الموت، نسيانين القرآن، نسيانين كلام النبي، كأنه ما في دين مطلقا. يحكم فينا الهوى والطمع والشهوات وكلام الناس. إذا صارت موضة هذا الشرع وهذا الوحيد، بجوز ما بجوز، الدين ما له كلام، الله ما له كلام، النبي ما له كلام. إيه بكرة مش مو بكرة، وإن غدا لناظره قريب. قال من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. قال حار في غاية الحرارة، يصهر به ما في بطونهم والجلود، يذيب، ولهم مقامع من حديد، كمان كربيج وعصي من حديد. هذا نص القرآن. ابن شيء عذاب الله بيخوف، بيقطع القلوب، كما أن نعيم الله لا تستوعبه العقول. فمين بيستبدل العطاء بالبلاء والنعيم بالعذاب، ويستبدل رضاء الله بغضب الله؟ إلا الشقي، إلا الجهول، إلا المخزول الغير الموفق. قال يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ما بيحسن يشربه فرد كاسة فرد كرعة. يتجرعه جرعة شيء ما بيشرب، ولا يكاد يسيغه، ما بينبلع معه، قد ما مأنتن وقد ما عم يغلي غلي. ويأتيه الموت من كل مكان، العذاب اللي فيه كل ضربة تصلح لأن تميته، لكن بجهنم ما في موت، وبالجنة ما في موت. بجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها،
كذلك نجزي كل كفور. وأهل النعيم في جنات عدن خالدين فيها أبدا. والجنة بإيش الشرى؟ ما الله بيقول لك ترك مالك وصير فقير، ولا ترك علمك وصير جاهل، ولا ترك وزارتك وصير مكنس. لا، كون وزير وكون رئيس وكون مليونير وكون عالم كبير وكون طبيب، تحسن تجمع معها فضائل الأخلاق، الضمير والوجدان، السلوك الصحيح، محل احترام وتقديس وتقدير كل من ينظر إليك، كل من يتعرف عليك. أما الفاسق، أما الكافر، محتقر حتى من نفسه، نفسه في نفسه يعرف بأنه إيش؟ يعرف بأنه عقيم. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه، قال كلها عذاب كمان في أكثر وأشد، قال ومن ورائه عذاب غليظ. كلها عذاب، الله قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما في عذاب أفظع من عذاب الله. وإذا كتف اكتاف وكلبشك كلبشين، ما في واحد يوثق ويكتف مثل كتيف الله. إيه انت يا خانم، وانت يا أفندي، وانت يا بيك، وانت يا أمير، وانت يا وزير، وانت يا غني، وانت يا شاب، هذا كلام مين هذا؟ هذا كلام واحد دكنجي فوال مسبحاتي، هذا كلام جبار السماوات والأرض، هذا كلام اللي جابك نطفة، ذرة من النطفة وعملك بالشكل اللي انت فيه. نسيت خالقك وصانعك ومبدعك ورازقك ومصورك وخالق الكون، شو جزاءك؟ قد ما عمل فيك تستاهل أكثر من هيك. فالله عز وجل يتوب علينا ويوقظنا من نومتنا ويصحينا من غفلتنا ويسلك بنا صراطه المستقيم ويرزقنا صحبة أحبابه وأوليائه والعالمين به. فصحبة السعداء توصل إلى السعادة، ومجالسة الأشقياء توقع في أودية الشقاوة. ثم قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم، إن حياتهم وأمجادهم وكل ما يحصلون عليه في دار الدنيا، لو صاروا ملوك، رؤساء، ملكوا المصانع، ملكوا البنوك، ملكوا الممالك، وبالنهاية قال أعمالهم الدنيوية كرماد عند الموت اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذا صفوة وجت عليها عاصفة زوابع، الصفوة بتتم محلها، بتم منها شيء نصها ربعها ثلثها. قال هكذا أعمالهم، هكذا جهودهم، هكذا قصورهم، هكذا ملكهم، مجدهم وعزهم. مثل الذين كفروا، يعني مثل أعمال الذين كفروا كرماد اشتدت به الريح، جت رياح شديدة عاصفة في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أموالهم ما عاد يستفيدوا منها، ملكهم ما عاد يستفيدوا منه، نفوذهم وسلطانهم، شهاداتهم ووظائفهم، نفوذهم وزعاماتهم، كل انتهى، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ذلك إذا كان هيك سلوك الحياة تبعهم، وهيك كانت أعمالهم، وهيك كان رفضهم لدين الله وعنادهم وعداواتهم لأنبياء الله ولورثة الأنبياء من بعد الأنبياء، إذا كان هذا المسير وطريقهم، ذلك هو الضلال والضياع
والبعد عن الطريق الموصل إلى النجاة، لكن أنه ضلال إذا ضايع عن الطريق بعشر متر، 20 متر بشوف الزفت، 100 متر 200 بشوف سيارة، لكن إذا ضايع عن الطريق شي 100 كيلومتر ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ الله قادر ينفذ فيهم ما يقوله لما غير قادر. قال والله نعرضها على العقل، قال عرضوها. العقل شو بيقول؟ قال له انظر يا عقل، ألم ترى أن الله خلق السماوات، اللي خلق الأكوان ونظامها وقوانينها وما فيها من مخلوقات، وما فيها من إبداع، وبآلاف المليارات وبمليارات السنين، والأرض شو الأرض؟ الأرض ما عاد لها قيمة بحسب اكتشاف علم الفلك الحديث، كل خلقها بمقاصد بأهداف سامية بحقائق نافعة. قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد بهلككم بزيل وجودكم، فعب يحلم عليكم، عب تؤذوا أنبياءه ورسله والدعاة إليه، عب تعاندوا وتكفروا وترفضوا هداية الله، وعب تبقوا أميين بالنسبة للثقافة الإلهية، بده يخص من أمية الكتابة والقراية إلى أن يكون قارئاً كاتباً، أميته في الدين وجهالته بالقرآن وبثقافة السماء. يا ترى هالأمية هي عم يحاول أنه يخرج منها إلى العلم والمتعلم والعالم المعلم. قال إن يشأ، نحن نستاهل الهلاك، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بغير استثناءات. الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول لو يؤاخذني الله وعيسى ابن مريم بما جنته هاتان، إذا حسبنا بس على عمل الإصبعتين تبعنا سيدنا محمد وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام، قال لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. لكن الأنبياء لهم أعمال تعجز عقولنا عن إدراكها من مرضيات الله ومحبوبات الله، أما نحن إننا شو بدنا نقول؟ بس بما جنته هاتان، بإيدينا لازمين وبإجرينا وبليلنا وبنهارنا وبأموالنا وبوصائفنا وبتجاراتنا وبزعاماتنا وقوانا، كل عم نعصي الله بها بدل ما نشكر الله ونطيع الله بها. إن يشأ يذهبكم، يا بيذهب وجودك أو حياتك أو مالك أو عزك أو جاهك أو شبابك أو صحتك أو عيونك أو عقلك، نتقي الله يا أبي، نتوب إلى الله قبل أن ينزل بنا عذاب الله. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. العرب معرضين عن الإسلام، ما بدهم الإسلام، الله ما بهمه. لما العرب العباسيين والأمويين صارت الخلافة ترف وقصور وشعر وفحش وخمور وأنانيات وتجزئات، الله شال العرب جاب الأتراك العثمانيين، والآن الأتراك كمان رفضوا شالوا الخلافة، والعرب ما بدوا الإسلام. يمكن الله بيبعث اليابان، يبعث الصين، يبعث الغرب، ما بتعرف شغل الله عز وجل. فالله لا يحرمنا هذا الدين، بده نرجع لدين العلم، بده علم وبده ذكر، بده تربية، بده مربي، بده صدق، بده صبر، بده مخالفة للنفس، وبده ارتباط كلي بالمرشد المربي، بذلك يكون الإسلام ويكون الإيمان. اللهم اجعلنا
ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. صعب على الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل يأهلنا لطاعته، ويأهلنا لإسلام حقيقي، إسلام العلم والعمل والسلوك. إسلام الشيخ يكون لك شيخ، بدك تصير حداد بدك معلم حداده، بدك طيام بدك معلم طين، بدك إسلام بدك معلم إسلام. الله عز وجل يهيئ للمسلمين وللناس أجمعين ما يعود بهم إلى صراط الله، حتى يصبحوا عائلة واحدة وأمة واحدة وشخصية واحدة وسعداء في الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا من كانت هذه التهليلة بسببها وعلى نيتها آنسها الله ورحمها الله وعوضها الله الجنة. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، واغفر اللهم لها كل صغيرة وكل كبيرة وكل جليلة وكل حقيرة، ولوالدينا مثل ذلك، ومشايخنا وأحبابنا وأخواننا والمسلمين أجمعين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.